السلام عليكم، ازيكم؟ ورجعت لكم بفيديو جديد. ولو انتوا جداد على القناة واول مرة تشوفوا قناتي، انزلوا تحت الفيديو واعملوا اشتراك وفعلوا الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. وفيديو النهاردة هنعمل مع بعض كده كريمة الحلويات، هنعملها بطريقة حلوة بحيث انها لو انت هتزيني بها الكيك ولا اي حاجة تبقى ثابتة معاكي، تعمل الشكل ما يتغيرش خالص وتبقى ثابتة على طول معاكي. فعندي كوبايتين مية ساقعة متلجة، وحطيت عليهم كيس فانيليا، ودولت معلقتين سكر بودر، هحط عليهم كوبايتين من الكريمة الخام من غير سكر، كريمة خالية من السكر. تمام كده كوبايتين. يبقى كده ضفنا الفانيليا والسكر معلقتين سكر بودر وكوبايتين من كريمة الحلويات من غير سكر. هجيب بقى المضرب عندي كده، هبدأ اقلب الخليط كده من غير ما اشغل المضرب في الاول علشان الكريمة ما تتنطورش بره، فهضرب كده على من غير تشغيل الاول، هقلب بس الكريمة في المية. ودلوقتي هبدأ أشغل المضرب. هلم بس الجناب كده، طبعا لو حابين نستبدل المية باللبن هتنفع وهتبقى احلى كمان، ولو حابين نضيف لها لبن بودر هنضيف، بس انا بوريها لكم لو بالمية هتعملها ازاي. هي نفس كمية المية نفس كمية اللبن، لازم بقى نفضل نضرب فيها خالص كده بالمضرب لحد ما تتقل معايا وتلاقي انها ما بتقعش خالص معاكي، فاديها حقها في بالمضرب كده تنضرب كويس. من اسباب فشل الكريمة انها تسيح معاكي بسرعة انها ما تنضربش في بالمضرب كويس. خلاص كده بقى نفصل المضرب، هي كده بقت تمام، مش هنحتاج نضرب فيها اكتر من كده. وزي ما انتم شايفين بالمعلقة كده بقلبها ما بتسقطش منها خالص، ده كده تيجي ترسميها وردة اي شكل مش هتسقط معاك ولا هتغير شكل. وده كان فيديو النهاردة، لو عجبكم بقى ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.